إذن الآن مع حساب بعض النهايات، التيارات الطبيعية في حساب النهايات. نبدأ بحساب النهاية الأولى، ليميت جذر من 4 واحد زائد إكس زائد إكس يساوي 2 الكل ناقص واحد على سينس 4 إكس عندما يؤول إكس إلى صفر. أعوض في الأول، إذا عوضنا إكس بالصفر صفر صفر صفر، جذر واحد واحد ناقص واحد صفر، سينس 4 في صفر يعني سينس صفر تساوي صفر، الشكل غير واحد، إذن يجب أن نغير الشكل. ونهاية سينس عند الصفر يجب أن تتذكر سينس ليميت سينس AX على AX كون X تنفال زارو كتساوي واحد. إذا باش نتهنى بهذا السينس خصني ندير سينس AX على AX، هذا هو اللي خص يكون عندي. إذا تساوي ليميت X تنفال زارو ديال هادشي فوق تبقى كما هي 1 بلس اكس بلس اكس كاري موان زان المقام، لاحظ معايا سينيس 4 اكس قسم على 4 اكس باش تعطيني واحد، لان سينيس ا اكس على ا اكس في الزيرو تعطيني واحد، في قسمت على 4 اكس خصني نضرب 4 اكس تفقيل. اذا تساوي ليميت اكس تونفير زيرو، لاحظ نشوفو الفوق واش باقي لي شي مشكل، الفوق الى درت يبقى لي مشكل يبقى لي زيرو، اذا خصني الفوق نضرب في المرافق. إذا غادي نقسم هادشي هذا باش ميبقاليش مشكل، سينيس 4 إكس 4 إكس في الأولى غنضرب في المرافق صحيح، لأن جذر مربع واحد زائد إكس كاري ناقص واحد في جذر مربع، دونك مغاديش يكفينا إكس باش تما على ما أظن. ما غاديش تكفي، ندور شي شويه كاملة، دونك نضرب مرافق. إذا في جذر مربع واحد زائد إكس أو كاري بليس أن، الفوق لتحت المقام كان عندي 4 إكس هنا، لاحظ هنا هادي هي هادي، وهنا تبقى لي 4 إكس، فاش في هاد الشي هذا اللي ضربت فيه الفوق، زائد واحد بلع القوس تساوي. تساوي إذا إلا جينا هنا غتعطيني واحد ياك، ولكن نخليو حتى للتالي ماشي مشكل. ليميت إكس تونفير زيرو نتاع تبقى لنا هذه كيما هي، سينيس 4 إكس على 4 إكس هذا غتعطينا واحد، في هنا إلا ضربنا في مرافق أ زائد ب فأنا ناقص ب أو سي 2 زائد ب أو سي 2 يعني تبقى واحد زائد إكس أوس 2 زائد إكس أوس 2 واحد زائد إكس عفوا زائد إكس أوس 2 ناقص ب أوس 2 يعني ناقص واحد، هنا نورمال مركبة مطلقة ولكن راه موجب يعني غتبقى ناقص واحد أوس 2 هي ناقص واحد على 4 إكس في جذر مربع واحد زائد إكس كاري بليس أه مزيان راه تساوي هنايا واحد ناقص واحد غتمشي زيرو هي مشات واحد ناقص واحد، وهنا غنعوضو ونشوفو بالزيرو. إذا هنا إلا عوضنا نشوف واش غيوقع مشكل ولا لا، لاحظ إكس إكس زيرو مع زيرو زيرو هنا يبقى زيرو، إذا باقي المشكل إذا خصني نحيد هاد المشكل، أو تساوي ليميت إكس أونفير زيرو نتاع واحد على سين 4 إكس على 4 إكس في هنايا نعملو بإكس ونختزلو مع الإكس، هنا إلا عملنا بإكس تبقى واحد زائد إكس ياك، ونختزلو مع الإكس تبقى 4 في جذر مربع واحد زائد إكس كاري زائد إكس زائد واحد تفقين، لأن عملنا بالإكس واختزلنا مع واحد إكس زائدنا في المقام، دونك كتساوي. دابا نعوضو نشوفو واش نلقاو مشكل، هنا واحد على هادي عطانا واحد، واحد على واحد في واحد زائد صفر صفر تبقى واحد، هنايا 4 هنايا تبقى لنا واحد زائد صفر زائد صفر هي واحد، جدر واحد زائد جدر واحد زائد واحد هي جوج، 4 بجوج هي 8، إذا كتعطينا واحد على 8 صحيح، والله ليميت هو واحد على 8.
النهاية الثانية ليميت كون اكس تنفير زيرو دو ان موان كوس اكس فوا سين تروا اكس ديفيزي بار اكس على بوسونس تروا. نعوض ونشوف، إلا درنا اكس تنفير زيرو، واحد ناقص كوس زيرو هي واحد، واحد ناقص واحد زيرو، دونك الفوق يعطينا زيرو بلا ما نزيد، هنا زيرو، دونك بشكل غير محدد، صفر على صفر بشكل غير محدد. إذا خصني نقلب على شي طريقة، ملي كنلقاو السينيس ولا كوسينيس في زيرو، كنتفكر هاد جوج علاقات، ليميت سينيس اكس ديفيزي بار اكس كون اكس تنفير زيرو كتساوي واحد. ولي عفوا ندير هنا اكس باش نعقل عليها، اكس سينس اكس على اكس كون اكس تنفير زيرو كتعطينا واحد، وكنعرفو ان ليميت اكس تنفير زيرو ديال واحد ناقص كوس اكس على اكس كاري كتعطينا واحد على جوج. اذا نحاول نجبدهم من هنا وتساوي ليميت اكس تنفير زيرو بكل بساطة، هاد واحد ناقص كوس اكس خصها واحد اكس كاري لتحت باش نعرف ليميت ديالها، في سينس تروز اكس خصها واحد تروز اكس لتحت. فقيت الى ما نشوفش عندي هادشي هذا اللي زدتو ولا ما عنديش، واحد ناقص كوس اكس هي سينس تروز اكس هي اكس كاري هي هنا، تبقى لي واحد الاكس هي، دونك بحال اللي ضربت في ثلاثة في المقام حتى في البوص خصني نضرب ثلاثة. فقيت اذا تساوي هادي تعطينا واحد على جوج، هادي تعطينا سين اكس على اكس تعطينا واحد، هادي تعطينا تروا واحد في واحد واحد في ثلاثة ثلاثة على جوج، دونك سالينا بها. إذن الحالة الثالثة ليميت ديال اكس كاري موان دوز اكس موان تروا ديفيزي بار اكس كاري موان اكس موان سيس كون اكس تنفير تروا. إلا عوضنا ونشوف واش غيعطينا، ثلاثة و ستنا تسعة، جوج في ثلاثة ستة، تسعة ناقص ستة ثلاثة، ثلاثة ناقص ثلاثة صفر، ثلاثة و ستنا تسعة ناقص ثلاثة ستة ناقص ستة صفر، شكل غير محدد. إذا خصنا نغير لا فورم، هنا ملي كنلقاو زيرو على زيرو كنحاول يعني ندير القسمة الإقليدية، على من ندير القسمة الإقليدية هادي على هادي ما غتخرجنيش، شنو غندير؟ شوف بكل بساطة غندير القسمة الإقليدية على إكس موان تروا كيما قلت لكم المرة اللي دازت، إكس موان تروا، غندير إكس كاري موان دوز إكس موان تروا، لأن تروا هو اللي راسي، دونك خصني نقسم على إكس موان تروا، دونك إكس كاري ديفيزي بار إكس تعطينا إكس، إكس فوا إكس إكس كاري موان إكس كاري، إكس فوا موان تروا موان تروا زيكس دونك بليس تروا زيكس، ألور زيرو، إكس موان تروا، إكس ديفيزي بار إكس أن، أن فوا إكس موان إكس. أنا فوا موان تروا دونك موان تروا دونك نديرو بليس تروا زيرو. ألور إلا بغينا نبسطو دابا ليميت كون إكس تنفير تروا الفوق اش غترجع ليه؟ إكس كاري موان دوز إكس موان تروا هي إكس موان تروا فوا إكس بليس أن، دونك شوفو الأخرى دابا إكس كاري موان إكس موان سيس ديفيزي بار إكس موان تروا، جوج يتقسمو لأن عطاونا زيرو زيرو، دونك تروا إي راسين ثلاثة يعني جدر، دونك قريتو هادشي في الجدر المشترك تاع الجدر، إلا كان إلا كتعوض مثلا هنا بثلاثة كيعطيك زيرو كتسمى ثلاثة جدر، يعني كتقدر تقسم على إكس ناقص ثلاثة، ألور إكس كاري ديفيزي بار إكس عطينا إكس، إكس فوا إكس إكس كاري دونك موان إكس كاري، إكس فوا موان تروا موان تروا إكس نديرو بليس تروا إكس، زيرو تروا إكس موان إكس هي دوز إكس، موان سيس دوز إكس ديفيزي بار إكس هي بليس دو، دو فوا إكس نديرو موان دوز إكس، دو فوا موان تروا موان سيس دونك نديرو بليس سيس. الوغ زيرو زيرو، الوغ هادي غتعطينا إكس كاري موان إكس موان سيس هي إكس موان تروا فوا إكس بليس أن، الوغ أش غتعطينا؟ إكس موان تروا تمشي مع إكس موان تروا تبقى إكس بليس أن على باردون هنا إكس بليس دو، تبقى لنا ليميت إكس تنفير تروا إكس بليس أن إكس بليس دو، إلا عوضنا أش غنلقاو؟ تلاتة زائد واحد أربعة، تلاتة زائد جوج خمسة، دونك أربعة على خمسة صحيح. الوغ ربعة لا ليميت دو إكس بليس تروا ديفيزي بار إكس كاري موان كاتر إكس، دونك كون إكس تنفير زيرو إكس سوبيريور أ زيرو، دونك هنا نقدرو نعوضو هادي إكس أكبر من صفر يعني صفر زائد، يعني على يمين صفر بكل بساطة، على يمين صفر، إذا إلا عوضنا مباشرة صفر زائد تلاتة تعطينا تلاتة، صفر ناقص صفر صفر، ملي كيكون عندي عدد غير سالب على الزيرو مكنديرش القسمة الإقليدية، في هاد الحالة أش كندير؟ هنا في هذه الحاله كندير جدول تغيرات نتاع هذا اللي لتحت جدول الاشارات عفوا وكنشوف كي دايره كنشوف بعدا فين كينعدل، دونك اكس كاري موان 4 اكس كتساوي صفر، يعني نعملو باكس هنا لان بلا ما ندير لا دلتا لا والو لحقاش سهله، دونك هذه يعني
اكس يساوي صفر ولا اكس يساوي 4، يعني كتنعادل الجوج صفر في 4. دونك هنا اكس، وهنا غندير هاديك اكس كاري موان 4 اكس ونشوف موان لانفيني حتى بليس لانفيني كتنعادل في الزيرو وفي 4، وكتنعادل هنا وكتنعادل هنا. الاشارة نتاعها كي دايرة بين الجدرين عكس اشارتها، خارج الجدرين اشارتها. حنا شنو بغينا؟ بغينا في الزيرو بليس، الزيرو بليس يعني على يمين الصفر، ا دغوات دو زيرو. شوف ا دغوات دو زيرو على يمين الصفر عندي صفر ناقص، عندي صفر ناقص. لو كان عندي مثلا ا غوش دو زيرو هاهي صفر زائد، كون عندي هنا صفر موان غتولي لي صفر زائد. كنشوف هنا دابا في الصفر على اليمين عندي صفر ناقص، صفر على اليسار عندي صفر زائد. لو كان مثلا طلبوا مني هنا 4 زائد على يمين 4 شنو غندير؟ على يمين 4 هي صفر زائد، على يسار 4 هي صفر ناقص. إذا حنا واش كيهمنا دابا؟ صفر زائد عندي صفر ناقص، صفر ناقص تساوي 3 على 0 هي موان لانفيني تساوي 0.